احنا هنجد في عند الفيلسوف الالماني كانت المتوفى سنه 1804 ميلاديه، هنجد عنده مساله حريه الاراده الانسانيه في كتابه نقد العقل الخالص، ان هو بيعتبرها من نقائض العقل الخالص. يعني الادله المتوافره التي تثبت حريه الاراده الانسانيه تتكافأ منطقيا مع الادله التي تنقض حريه الاراده الانسانيه، ولذلك هي مساله ميتافيزيقيه. طبعا انتوا عارفين حتى الان العلم بيقدم فيها اضافات، وفي نقد للعلماء، نقد موجه من العلماء الى هؤلاء العلماء الذين ينفون حريه الاراده، زي ميتشو كاكو العالم الامريكي من اصل ياباني واحد المساهمين في نظريه الوتر الفائق اللي هي سوبر سترينج ثيوري، هو نفسه بينقد هذا. يعني هو شايف ان الابحاث التي قدمت في علوم الاعصاب التي قد تؤدي الى القول بعدم حريه الاراده الانسانيه او بالجبريه، يعني ضد حريه الاراده الانسانيه، هو شايف انها ابحاث غير كافيه حتى الان الى اخره. فهذه مساله تظل مساله مطروحه يعني. والمعتزله كانوا مع حريه الاراده الانسانيه لان هم لقوا يوم ان مفيش معنى للحساب الاخروي من غير ما انت تكون حر. ده كلام يعتبر كلام مش مفهوم وكلام متناقض. وفي عرف المعتزله ان الدين لازم يكون متوافق مع العقل. طبعا هم وقعوا في بعض التناقضات لان هم حاولوا احيانا يبرروا بعض المسائل بما يخالف العقل علشان تمشي مع الدين يعني. وهنا المشكله. لكن هم في جميع الحالات بالنسبه لاهل السنه قبلهم، بالنسبه للاشاعره بعدهم، هم طبعا اكثر عقلانيه بمراحل يعني. ولذلك هي عقلانيه المعتزله، ومن يمتدح في المعتزله بيمتدح فيهم اذا كان فاهم يعني التراث الاسلامي. بيمتدح فيهم من هذا المنطلق. نسبيا نسبيا متقدمين اي نعم. انما ما نقدرش نقول ان هم عندهم اتساق كامل 100% او انساق عقليه 100%. تمام.